السلام عليكم. الله يعطيك العافية خياتي. خياتي سولفيني، شو وضع الإنسان هون مدينة نوا؟ شلون عايشين؟ شلون بتأمنوا حالكم بالخبز بالمواد الغذائية؟ والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ست شهور محاصرين وإن شاء الله ما نجوع يا رب. آمين يا رب. لو إن ما نزبطن الخبزات معنا قاعدات، بس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، خير خير وبركة يا خيتي. كيف بتأمنوا حالكم بالمواد الغذائية؟ صعوبة هي، بس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. المهم نخلص من بشار احنا. آمين يا رب. نوكل الحطب، نوكل التراب، بس نخلص من بشار. إن شاء الله ما بنجوع، بعون رب العالمين ما بنجوع احنا. آمين يا رب. زرعنا وإن شاء الله ما بنحتاج حدا يعني. زرعت موسم برانيت نوى واللي بس ضمن نوى جوا. ضمن نوى، احنا محاصرين، شلون نزرع برا؟ ما في طلعة برا يعني. أبدا. لا طلعة ولا فوت ولا عندنا ما زود، حتى المية قطعها عننا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نشتري المياه ونشتري قاعدة. طب بس احنا ايام شتوية، كيف بتدبر حالكم بالبرد بالاطفال؟ كيف شلون بتدفوهم؟ والله بنقص قاعدين السجر، سجر الزيتون، سجر اللي نتمول منه قاعدين. سجر اللي عندكم ضمن البيوت؟ بس ضمن نوى بس. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يهدي ان شاء الله، الله يكسر عمره وجاهنا بمحمد. الله يفرج يا رب. الخبز لا واحسن من عيشة بشار بس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. جايبينه كله احنا، بس نخلص من بشار. بس كل يوم هل عندكم هيك بتخبزوا على الصاج و هاي لينا ست شهور على الحالة. الحمد لله. الحمد لله. ما في شيء شغل الفرن. وطحينا قاعدين بالموت مثلا قبل صرنا نطحن قمح تبين يمشي الحال. الحمد لله رب العالمين. احنا من قص حطب ومن نخبز على الصاج وما منجوع. الله يهدك يا بشار. شايف هذا الرغيف يا اخوي؟ نعم يا اختي. صحيح ما كنا مش مثل اللي كنا ناكله، بس الحمد لله. نعم هذا نعم. رغيف كرامة ورغيف حرية ان شاء ايوه. الله منولها للحرية يا رب. امين يا رب. امين ان شاء الله يا رب. امين يا رب. ودي جوعنا بشار، بس احنا بعون الله ما بنجوع، بعون رب العالمين. ان شاء الله الشعب السوري كله ما بيجوع، كل الشعب السوري ان شاء الله ما بيجوع. امين. وهذا اسلوب من اساليبه عم بيموتنا اول باول، بس بعون الله احنا ما راح نجوع ولا راح نموت، راح نعيش الحريه ان شاء الله. امين يا رب. امين. الله يفرج يا رب. الله يجعل النصر قريب يا رب. الحمد لله نعمه هاي من رب العالمين. اي والله نعمه. الحمد لله. الحمد لله. الله ينصركم على بشار ان شاء الله. الله. زرعت شيء مساكب؟ والله البذر اللي لقينا عندنا زرعنا اكيد. ما في خضره هون؟ ما فوت على المدينه شيء الخضره؟ والله ما فوت. طب شلون الكهرباء والمي وشلون بتدبروا حالكم؟ ما فيش مي، ما فيش، نشتري قاعدين السهريج بهذيك الحفله. قديش سهريج المي سعره هون بمدينه نوى؟ والله يا اخي 500 و2000 ليره يا اخي، لانه ما زوت ما فيه بالموت يأمنوا قاعدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. شو بتحب توجه الرسالة للعالم الإسلامي والعالم العربي؟ طلع على هالأمة العربية، طلع على هالأطفال هاي، شو ذنبها؟ إرهابية هاي الأطفال؟ ماتت من الجوع الأطفال، ماتت من البرد. شو ذنبهم هذول الأطفال؟ شتت العالم، عائلتي كليات ما في حدا بنوى غيرني، كلها فلت، كلها هجت. الله لا يوفقه ان شاء الله. الله يفرج يا رب. هاك اخوي كل هاك، شوف خبزنا ما احلاه. الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيكم ويقويكم وينصركم يا رب. الله يقويكم يا رب. بالاخير هيك بتحب توجه رساله، ماشي نقول للعالم الاسلامي والعالم العربي، لاهل للي بعدهم مع النظام من اهل سوريا، شو بتوجه لهم رساله؟ طلب الله لا يجبر عليهم، ما بفهموش، مش شايفين هالعالم، مش شايفين هالاطفال هاي اللي شتتت. حسبنا الله ونعم الوكيل.